سؤال بيدور اليومين دول كتير او بيقولوا لغوا الطب لغوا الاختبار الرياضي وعشان كده جابوا لنا الكشف الطبي المتقدم لان كان قبل كده الاختبار الرياضي وبعديه الطب المتقدم وبعدين الهيئه طيب هو الكشوفات دي ليها اعاده ده اللي هنعرفه مع بعض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسئله كتير بتدور هنجاوب عليها يا ريت ما تفوتش ولا ثانيه كل سؤال فيه عليه اجابه الأسئلة كلها بتدور في دماغنا فيها فايدة ليك حكاية إيه حكاية إن هم قدموا الكشف الطبي المتقدم عن الرياضي والدفعة دي هتدخل إمتى بالظبط ممكن نخش إمتى بالظبط ده هنجاوب عنه وأنا هل الإختبار الطب المتقدم والإختبار الرياضي والهيئة دول فيهم ليهم إعادة آه أنت كنت ذكرت قبل كده كنا ذكرنا قبل كده إن هم ما لهمش إعادة هنوضح ده بالتفصيل برضو آه انا نزل لي انا غير لائق في الطبي وفي في الطب نزل لي اللي هو الطب العادي مش الطب المتقدم نزل لي آه يعني غير لائق هيجي لي اعاده ما جاليش رساله لغايه دلوقتي. طب آه كل ده هنجا 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 هنجاوب عليه مع بعضين. طب آه اول حاجه ليه الكشف الطبي المتقدم ده آه آه نزل لناس دلوقتي حاليا وما نزلش الرياضي زي ما كان بينزل الرياضي. طيب بص يا شباب احنا هن يعني هنجاوب مع بعضينا يعني بعض يعني وجهه نظري انا الشخصيه اه وانا طبعا مسؤول عنها لكن يعني قد تخضع هذه الوجهة نظري او الراي ده يخضع للخطا او الصواب فيعني اعذروني اذا كان مثلا هيبقى في خطا انا بعتقد ان احنا عشان خاطر في شهر رمضان الكريم ففي اصلا جري 800 متر في لعب عقله في لعب ضغط بالنسبه للبنات ضغط مثلا الضغط دوت للبنات يعني في مجهود بمعنى اصح في جري زجزاجي في الرياضه زي ما شرحنا الفيديوهات اللي موجوده على القناه فده كله مجهود المجهود ده ما ينفعش انك انت تروح تعمل المجهود ده في شهر رمضان فبالطبع عشان خاطر هم راحوا منزلين المعاهد نزلت الاختبار الطب المتقدم ده يسبق او بعد رمضان ان شاء الله هيبتدي بعد ما تخلص الناس من الطب المتقدم تبتدي تنزل لها الرياضي فما فيش مشكله دي دي حته الحته في الطب العادي ناس جالها رساله بتاعتها غير لائق ولكن جاء في الملاحظات ان هو نزل مؤجل مثلا عشان شمع في الاذن او نظر او غيره ففي الملاحظه جات له الملاحظه بتاعتها وبعدين انتظر في اللي ما جاتلوش رساله وفي اللي جات رساله ان هو يروح يعمل الاعاده الاعاده قلنا تقريبا مش عارف بيخلوها 235 جنيه حاجه زي كده بياخدها رسوم الاعاده هيبقى رسوم الاعاده للاختبار 235 هم... انا كانت 100 قبل كده لكن ما اعرفش في ناس قالوا 235 طيب دي بالنسبه للاعاده طب الناس اللي ما جاتلوش ملاحظه في الجنب ده ده معلش بقى يا تتصل بالمعهد يا تروح المعهد وما ومطلق... على مسؤوليتك ما تروحش على مسؤوليتي وتقول منك لله انت اللي بعتني على الفاضي لا الكلام ده يتم بعد رمضان بقى ان شاء الله كده يعني تروح تطمن عندك في القناه نازل فيديوهات كتير عليها الارقام بتاعه بتاعه المعاهد يا ريت تتصل بيهم وتشوف انت عندك اعاده ولا في الطبي عشان انا مش هقدر افتي لك اقول لك انك انت ما كتبوش لك ملاحظه يبقى انت كده سقيت في الطب خالص وكده قالوا لك مع السلامه لا انا مش متاكد من الحته دي نهائي في ناس جابوا لهم ملاحظات وناس ما جابوش ملهم ملاحظات فانا مش عارف هل انت كده غير لائق او لا طيب في ناس بتسال سؤال كتير انا ليه اتاخرت يعني زمايلي وصلوا اهوت الطب المتقدم وانا ما جاليش غير اختبارين والله العظيم هنزل لك بقيه الاختبارات المهم بقى جدا في النهارده مع بعضنا اللي هنتكلم عنه السؤال الكتير اللي بيقول لك هنخش امتى هندخل امتى هو دايما معظم الدفع كانت بتخش يعني مش هنقول لك تاريخ محدد لكن كانت تدخل يكون فاضل للدفعه اللي هي هتتخرج ست شهور طب احنا الدفعه دي لسه داخله وانت جيت حضرتك قدمت معاها في الوقت نفسه كان في تقديم وفي نفس الوقت نفس الوقت كان في الدفعه اللي هي السبعه كانت بتدخل وانت حضرتك كنت الدفعه الثامنه بتقدم. طب انت ايه اللي هيحصل معاك؟ والله برضو وجهة نظري انا الشخصيه ان الاختبارات السنه دي ممكن على شهر 12 تكون خلصانه للكل. الكل هيكون وصل للاختبارات النهائيه في شهر 12. ليه بقى؟ لان رمضان لو تفتكروا احنا رمضان اللي احنا فيه ده تقريبا جه يوم 22 ده اذا كنت بتذكر يعني 22 تلاتة ورمضان بتقدم عن كل سنة تقريبا حوالي عشر ايام يعني معنى كده ان ممكن 11 تلاتة يبتدي ان احنا ايه اه في 11 تلاتة يبتدي ان, ان انت يعني رمضان طب 11 تلاتة الدفعة بتاخد خمسة وأربعين يوم عشان تنزل اجازة فانت لازم تخش يجي لك تكون جات لك الرسالة وتروح تستلم مهماتك وتخش المعهد ويبقى لك 45 يوم وتنزل على اجازه العيد بتاعت السنه الجايه. فطب يعني ايه الحسبه دي اللي انت هتتلخبط معايا فيها؟ وهلخبط لك دماغك؟ ان انت ممكن على نص واحد كده تبتدي تجي لكم الرسايل او عشرة واحد كده يعني في شهر واحد تيجي الرسايل ويجي لكم كده اهوت على مثلا على يعني بدايه اتنين الدخول او يوم حاجه كده عشان تكمل ال 45 يوم اللي هو لما تخش المعهد برمضان تكمل ال 45 يوم رمضان وتنزل على العيد اجازه ان شاء الله ده توقعي يبقى انت ممكن تخش في شهر واحد اللي جاي ده توقع او في اوائل اتنين ده توقعي الشخصي ده كده يعني عشان خاطر في الاسئله اللي بتدور في دماغكم هنخش امتى والدفعه دي هتدخل امتى فده انا بتوقعه اتمنى لكم كده ان شاء الله التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل سنه وانتم طيبين